هذا وشكل منتدى التعافي الاقتصادي الذي نظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية فرصة لبحث ومناقشة المبادرات والأفكار التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض به. نعم، حيث أجمع المشاركون في المنتدى على التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص الذي أدى إلى إيجاد توافقات ساهمت في تعزيز الوضع المالي والتقليل من آثار جائحة كورونا على المواطنين والشركات التجارية إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره. بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، نظم مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية منتدى التعافي الاقتصادي، وركز المشاركين خلال جلسات المنتدى على أهمية تنمية الثروة البشرية إلى جانب تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بالإضافة إلى تنمية القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، ناهيك عن دور السلطة التشريعية في دعم تحقيق أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي. ما في شك أن اليوم الاقتصاد الرقمي هو المستقبل لكل الدول، لذلك البحرين عملت بشكل كبير بإطلاق خطتها في 2015 لإنشاء شبكة النطاق العريض وهي شبكة الألياف البصرية اللي توصل حق جميع مناطق البحرين، والحمد لله احنا اليوم وصلنا إلى جميع المناطق خلينا نقول التجارية تقريبا إلى أكثر من 83 من المناطق السكنية، ونهدف أن نوصل إلى 95 مع نهاية 24. لله الحمد، اليوم شاهدنا من خلال العرض اللي قدمه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأهداف والأسس والأولويات والمبادرات اللي تتضمن في التعافي الاقتصادي، ولله الحمد أيضا شاهدنا النتائج الإيجابية اللي حدثت في هذا الوقت القصير. كل محور يتركز أو يتفرع منه مجموعة من المشاريع والمبادرات، يعني على سبيل المثال قطاع الخدمات المالية في حوالي 46 مبادرة نقوم بتنفيذها من خلال يعني التعاون بين المصرف المركزي وبين القطاع المالي. هذا التكاتف والتعاضد المستمر والسعي الحثيث من قبل المشاركين يؤكد على دعمهم التام لتطلعات مملكة البحرين في السير بثبات مع خطط التعافي الاقتصادي والمساهمة في خلق الفرص التي ترفد بالاقتصاد الوطني وتحقق الاستقرار المالي من خلال طرح المبادرات النوعية لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وخطة الحقيقة تبشر بخير كثير من كل النواحي، يعني من نواحي المشاريع الكبيرة، من نواحي الإسكان، من نواحي الصحة، فالحمد لله الأشياء يعني لما ننظر لها للمستقبل تبشر بخير كثير. هذه النتائج التي خرج بها المنتدى بجميع جلساته تدعو للفخر والاعتزاز لمساهمتها في ترسيخ المسيرة التنموية الشاملة تحت راية قائد المسيرة جلالة الملك المعظم حفظه الله، ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية من خلال الطرح وتبني المبادرات المتنوعة التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتحفزه نحو زيادة تطوير ونماء كافة القطاعات. في هذا المنتدى أكد المشاركون على حرصهم التام والمسؤولية الوطنية في الرفد بالاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بهذا الاقتصاد التي تشهده المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.